طيب بسم الله الرحمن الرحيم نكمل بقى في الكولد فورمد سيكشن. الكولد فورمد سيكشن هي عبارة عن قطاعات السيكشن كلاسيفيكيشن ليها بيقول ان القطاع ده ايه في الاخر قطاع سلندر سمكه صغير وطوله كبير بأجزاءه كده كلها ماشي بنستخدمها في حاجات كتير طبعا ده ستورج راكب كله على بعضه كده معمول كل فورم او نستخدمها في الروف شيتنج او نستخدمها في البيرلينز تمام في حاجات في منشآت كاملة بتتعمل كود فورم دلوقتي لا ده غير مظلات في مباني سكنية بتتعمل كود فورم شفتها كلها على بعضها كود فورم انا شفتها زي الكربونات في الانشاء دي انا شفت الكربونات طبعا انا شفت الكربونات كود فورم الكربونات بس انا كود فورم عايز اسال من الاول كلها كود فورم طيب طبعا بتتربط ازاي بقى بنربطها بالفاسنرز المسامير دي او بالبرشام يعني خلاص وبرده ساعات بتتلحم بس بيكون لها لحام خاص شويه مش اللحام العادي يعني السلندر يعني مش كل القطار بيشتغل معايا مش كل القطار بيشتغل معايا صح؟ هنقول اول حاجه طبعا الكلام ده من الكود فكلاسيفيكيشن اوف اليمنت الكولد فورمد ممبرز جنرالي هاف از their components flat cylinder thin blades يعني ايه بقى؟ يعني مكون من ابواح اي ممبر طبعا احنا هنتكلم بالخصوص في البيرلينز البيرلين هيتكون من سي سيكشن ويز ليب بالشكل ده فالاجزاء اللي هو الجزء الفلات ده اللي هو بعد الدوران اللي هو فلات بليت وده برضو بتلاقي في الاخر سلندر سمكه صغير وطوله كبير تمام طيب هنصممه ازاي او قبل ما نقول هنصممه ازاي فبقول لك ايه زي انديفيدوال بليد زي ما قلت كده ده الويب انديفيدوال والفلانج لوحدها انديفيدوال زي انديفيدوال بليد اليمنت ار كلاسيفايد از ستيفنت اور ان ستيفنت اور مالتيبل ستيفنت لو بصينا على الويب دي ستيفنت ولا ان ستيفنت ليه ستيفنت؟ مسوكة بالأور فلانج واللور فلانج. طيب الفلانج ستيفنت ولا عن ستيفنت؟ عشان مسوكة من ليب لا في ليب فستيفنت. عندنا ليب يا مهندس محمد فدي ستيفنت. ستيفنت لكن الليب بقى مش ستيفنت. فين الليب؟ هي الجزء اللي نازل ده. الشفة الصغيرة دي اسمها الشفة الصغيرة دي عامله سبورت او الكومبينه دي في الشغل دي عصب جامد دي ممتازه دي بتحول لك الفلانج من ان ستيفند الى ستيفند وطبعا بيولوجي كده الستيفند يتحمل اكتر من الان ستيفند طيب الماكسيموم اند مينيموم سيكنس الكود بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا ان المينيموم سيكنس اوف بليدز فور كولد فورمد ميمبرز اللي هي بقى البيمز الكومبريشن ممبر التنشن ممبر الحاجات دي كلها المينيموم سيكنس كود بيقول لك ان هو 25 مللي و لكن 25 ممكن تقل شويه في حاله شويه شيتس فبناخدها بتبدا من نص مللي لو انت لاحظت في الجداول بتاعه الكوروجيتد شيت الكفرنج كانت بتبدا سمكها من نص مللي وفي 4 مللي برضه صغيره جدا كنت فوق لا ما تخربش كل حاجه بتتصمم في البيرلين برضه نص مللي ممكن بيرلين نص مللي لا البيرلين عشان بيرلين ده ممبر مش هيقل عن 25 هيبدا من 25 بس نص مللي في الشكل في الشكل مش الشكل اللي هي الكورجيت شيت طيب آه
الاول اللي ده كده ممبر كبيم، فطبعا معروف ان البيم بيكون عليها مومنت، فبيحصل مثلا لو المومنت من تحت لفوق فبيحصل كومبريشن في الجزء اللي فوق. خلاص طبعا برضه في الكولد فورمنت انا اللي يهمني او محل الدراسه هو الجزء اللي فيه كومبريشن لان هو الاخطر، زي ما البيمز هي برضه الكولد فورم. فدي كده الفلانج اللي فيها الكومبريشن نوعها ايه؟ ستيفنت كومبريشن اليمنت اس سي اي، ستيفنت كومبريشن اليمنت. ليه؟ لانها ممسوكه بالليب وممسوكه بالويب. نفس الكلام برضه القطاع ده لو عليه مومنت كده فالجزء اللي فوق هو عليه كومبريشن فبرضه ده ستيفنت. نفس الكلام برضه ايه القطاع اللي فوق ده طبعا واخد كده لحام طولي، ها البليت اللي فوق ده واخد لحام طولي كده ف برضه ستيفنت كومبريشن اليمنت. ماشي كل القطاعات بتستخدم كبيمز. طيب الكومبريشن ممبر لو القطاع الشانل ده كان عليه قوه كومبريشن مش عليه قوه نورمال، فين الاجزاء اللي من القطاع اللي هيكون عليها كومبريشن؟ احنا القطاع ده مكون من كام جزء الاول؟ ليب فلانج ويب. القطاع ده عليه كومبريشن، كم جزء من القطاع هيكون عليه كومبريشن؟ الفلانج كله على بعضه كومبريشن. القطاع كله على بعضه هذا اسمه كومبريشن ممبر، ده كده بيمز. القطاع كله على بعضه عليه كومبريشن، فلما اجي ادرس هدرس كل الاجزاء الخاصه بالقطاع بالاخص الفلانج والويب. فالفلانج ستيفنت كومبريشن اليمنت والويب ستيفنت كومبريشن اليمنت، صح؟ وهكذا. طبعا ده قطاع بوكس اقواهم ان كل الاجزاء اللي فيه ستيفنس. ماشي طيب القطاعات دي بقى لو استخدمنا القطاعات دي كده كبيمز، ماشي فالجزء ده كده عليه كومبريشن حاسس ان المومنت من تحت لفوق يعني، فالجزء ده حر فايه؟ ان ستيفنت كومبريشن اليمنت. لازم تعرف تحدد الكلام ده في الكود فورم، مهم ان انت تعرف تحدد الكلام ده في الكود فورم. تمام كل الكلام ده طبعا هنا الفلانج عشان ما فيش ليب ان ستيفنت كومبريشن اليمنت وهكذا. طيب هنا قطاع كله على بعضه معرض لكومبريشن، ها معرض لكومبريشن معرض لكومبريشن وهكذا، فبنقول عليهم ايه؟ القطاع ده كده معرض لكومبريشن ان ستيفنت. طب وده معرض لكومبريشن ستيفنت وهكذا. في مشكله في الكلام ده يا هندسه؟ طيب القطاعات اللي زي دي بقى اللي هي المالتيبل ستيفنت اليمنت مش دي كده كانت ويب؟ ده انا عملت لها كمان ستيفنت ستيفننج، يعني عملت فيها تعريجه، التعريجه دي كمان زودت الستيفنس بتاعتها. فعشان كده ايه؟ الويب دي المفروض ان هي ستيفنند بالفلانجتين دول وكمان بالعصب اللي انا عملته. وهكذا دول بقى. تمام؟ فدول اسمهم مالتيبل ستيفنند اليمنت. طيب مش ده لو في الروف يجمع ميه او حاجات زي كده ولا مش مشكله؟ ده مش في الروف ابدا. ده عندنا مثلا؟ اه ده صنع مبدئي لصنع كاميرات لكن مش معروف. طيب انا اللي انا رسمته هنا ده اسمه فلات ويدز. فلات ويدز. فلو احنا فاكرين بقى لو احنا نعمل سيكشن كلاسيفيكيشن للبيمز، ها؟ نقطع الاي سيكشن. نقطع الاي سيكشن فكنا بنعمل ايه؟ بنقول ان ال H ويب على T ويب اقل من كذا، صح؟ صح ولا ايه؟ صح. فين ال H ويب؟ من بعد الدوران اللي هو اسمه الفلات ويب او الفلات هايت. فبرضه محل الدراسه في البرلز هو ايه؟ الاجزاء الفلات. خلاص؟ فالفلات ويب اللي هو بنسميه B داش او C. خلي بالنا من الرموز دي. B داش او C. سي في حالة الان ستيفنت اليمنت، يعني دي كده فلانج، فبقول ان الفلات ويدث سي سي 1 يعني. طيب هنا طبعا هو بيشاور على الجزء اللي بره ده لان ده الجزء الحر ان ستيفنت فبسميه سي 1 وهكذا. طيب تعالى بقى على البي داش. البي داش اللي هو الستيفنت اليمنت،
هتيجي هنا على الجروب دي كده الفلات ويدث بتاعتها بكام؟ كام؟ بي داش. بي داش بنسميها بي داش. فالستيبنت بنقول ان هو بي داش، والان الستيبنت إليمنت بنقول ان هو اسمه سي. سي خلاص نرمزه ورمز سي وهكذا. في مشكلة في دي؟ أكيد؟ حب الديفينيشنز كده. اول حاجه الفلات ويدث اللي هو البي داش، الفلات ويدث ريشيو اللي هو البي داش على السمك اللي هو التي، او السي على التي. ده نفس ما احنا كنا بنعمل قبل كده في الكومباكت والنون كومباكت. خلاص احنا بنقسم الطول الفلات ويدث على السمك. طيب اللي هو لما نيجي بقى نقسم في حاله الانستيبل كومبريشن اليمنت، فنقول كده ان الماكسيموم بي داش على التي او الماكسيموم سي على التي 40، في الحالة اللي بعديها 60 وهكذا. طيب ايه الكلام ده بقى؟ القطاع او الفلانج، عشان نقول ان الفلانج دي فول افكتيف فالمفروض ما نعديش الحدود دي. يعني ايه فول افكتيف بقى؟ كله شغال. كله شغال ازاي بقى؟ البر ده عليه مومنت كده. خلاص انا بدرس دلوقتي في الفلانج، فبقول العرض ده كده اللي هو بعد الدوران يعني اسمه سي، فبنقول كده ان السي على التي دي سي ولا بي داش؟ بي بي داش. ماشي يا شمس. خلاص عشان هي استثنت فبنسميها بي داش. ماشي مش مشكلة. فالسي على تي لو اقل من على حسب الحالة بتاعتي نقول مثلا 40 او مش هتنفع طبعا 40، احنا نقول ان هي 60. ليه مش هتنفع 40؟ لان 40 دي خاصة بالايه؟ فلو قلنا استثنت اللي هي 60 ففي الحالة دي بنقول ايه؟ فولي افكتيف فلانج. يعني ايه فولي افكتيف فلانج؟ يعني القطاع ده كله على بعضه هيشتغل، مش هيجي فيه جزء في النص يحصل فيه لوكال باكلينج كبير لدرجه ان هو مش هيشيل حاجه، لا القطاع كله على بعضه او الفلانج كلها على بعضها هتستعمل. طيب لو تعدينا القيم دي فلازم نعمل ايه؟ نجيب البروبيرتيز ده الافكتيف فاليو. فنقول مثلا لو افترضنا ان دي عدد ال 60 فنقول مثلا ان الجزء ده كده مش شغال معايا. نجيب ايه الافكتيف فاليو؟ فنروح بقى نجيب الانيرشيا للقطاع اللي هو الايه؟ شغال. الافكتيف القطاع اللي هو شغال ونشتغل عليه. في مشكله في دي ولا ايه؟ طبعا هتلاقي في قوانين بعد كده بتتكلم في الكلام ده. وايه 300 بقى؟ نعم. ايه 300 ولا 90؟ نقرا بقى. انا بديك الفكره بس يعني عايزك بعد كده يعني افتح لك الامور مش عارف. دي كده اللي هي الستيفنت كونفرشن اليمنت بتعتمد على وجود الستيفنر، هل في ستيفنر ولا مفيش ستيفنر. فالايس اللي هي الاي ستيفنر، الانيرشيا اوف ستيفنر وهكذا. الاي اللي هي الاي ادكويت، ان الانيرشيا بتاعت الستيفنر ادكويت اللي هي مناسبه يعني او غير مناسبه. مناسبه يعني هتدعم الفلانج، غير مناسبه يعني مش هتدعم الفلانج وهكذا. في شابتر طبعا في الكود بيتكلم على موضوع الكود فورم دي يعني. طيب الاشكال دي طبعا بنحدد من خلالها ايه؟ قيمه الفلات ويدث للفلانج والويب. ماشي فاحنا طبعا مهتمين بالبرلين ده احنا عايزين نصممه. لو لاحظت مثلا القطاع ده انا عملت هنا فيه ايه؟ لحمت كده في جزء كده برضه زي الليب، حاجه شبه الليب، فاثبت لك الويب كلها بدل ما خدت بدل ما تاخد البي كلها تاخد نص البي وتقسمها على التي وتبدا تقارن. ماشي؟ بس انا مهتم برضه بدي. ممكن برضه البوكس سيكشن تصممه كبرلين، تصمم برلين كانه بوكس سيكشن يعني، ويكون خفيف برضه، يكون قطاع خفيف. واكيد البوكس سيكشن يستحمل اكتر من الايه؟ سي.
من السي والزد 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 الزد برضه كويس ان هي شقاته كويس. طيب ده كده اللي هو الايه اللي هي منصه العز ده ده السي. انا فاهم ان ده السي. وليه بقى الكلام ده؟ في جزء طيار من الفرنش. في جزء طيار ليه؟ لان القطاع كله مش هشتغل معاه لان احنا تعدينا الحدود. ففي حاله السي طبعا ده عليها مومنت، حاله البيم زاد ها عليها مومنت، فهتطير جزء من الفلانج. طيب لو برضه نفس السي عليها كومبريشن، فتشيك ان الويب فولي افكتيف ولا لا، ولو كان فولي افكتيف خلاص هتكمل ده، يعني ده كله شغال. الفلانج نفس الكلام، هي واضح كده ان الفلانج والويب ليست فولي افكت، فعشان كده ده القطاع المكافئ اللي هيقدر يتحمل الايه الفورسز. بالاخر كده احنا بنعتبر القطاع الكود فورمت ده كانه نون كومباكت سيكشن، بس البروبرتيز بتاعته هي الايه الافكتيف بروبرتيز. بعد ما نشيل الكلام ده بنشتغل نفس التصميم بقى بتاع بي اللي هو كانه نون كومباكت سيكشن، تمام؟ لو احنا هنقارن بين 58 فيلد وهكذا. ماشي، في مشكله في الكلام ده؟ طيب هنا طبعا ده كله البي داش معروف. الجزء ده بقى بعد ما انت طيرت الجزء اللي هيحصل فيه لوكال بافلنج، فده هيفضل بي افكتيف على الاثنين وبي افكتيف على الاثنين، بي افكتيف على الاثنين، بي افكتيف على الاثنين وهكذا، تمام؟ طبعا دي الجزء اللي انا كنت هتكلم فيه، انت هتشيك عليه في القطاع بالظبط كل حاجه، تعتبر كأن القطاع ده اللي هو البرن يعني كانه بيم، هتشيك على كل حاجه فيه. بندنج لو عليه نورمال هتشيك على الاكسيال كومبريشن، لو عليه تنشن هتشيك على الاكسيال تنشن، هتشيك على الويب كريبلنج. طبعا فاكرين موضوع الكريبلنج؟ ها فاكرين ولا لا؟ ايه الكريبلنج؟ الويب الثاني اللي هو المشكلة في الويب نتيجة الحمل لا الحمل نتيجة كونسنتريتد لود موجود على الكاميرا، سواء كان الكرين نفسه او كان بالظبط او كان كاميرا الكرين متحملة على البراكت، فدي منطقة كونسنتريشن اوف لود ممكن يحصل ايه؟ كريبلت اوف ويب. فبرضه هتعمل هنا تشيك اوف كريبلت، وبرضه تدخل في معدات اللي هي الكومبايند اكسل اند كومبريشن وهكذا، او برضه الكونفرشن اند بندنج كده يعني. فنفس تصميم بين بالظبط، بس المهم ان انت تجيب القطاع الافكت في الاخر. طيب خلاص احنا عارفين ان الكود فورمت سيكشن هو قطاع في الاخر سلندر سيكشن اللي هو الكلاسيكي يعني. عايزين بقى نقدر ازاي ان احنا نحسب قيمه الافكتيف ويتس اوف كومبريشن اليمنت، زي ما اتفقنا ان احنا بنهتم بالكومبريشن اليمنت. فبنحسب الافكتيف ويدث للحاجه اللي عليها كومبريشن، تمام كده؟ طيب الافكتيف ويدث از كالكوليتد يوزن ا ريدكشن فاكتور اسمه رو. فنقول كده ان قيمه البي اي بتساوي رو مضروبه في البي داش، حيث ان الرو بنجيبها من القانون ده كده. وبما انه ريدكشن فاكتور فلازم الرو تكون ايه؟ يعني اصل ريدكشن فاكتور لازم تكون اقل من او تساوي واحد، فلو طلعت قيمه الرو اكبر من واحد فالقطاع كله ايه؟ شغال فولي افكتيف. معايا ولا ايه يا باشمهندس؟ طيب شويه قوانين بقى تدخل كده في معركه من القوانين في الكود فورمت. يعني ده كده قيمه اللامدا بي اللي هو النورماليز بليس سلندر اس جيفن، حتى هتجيبوا المعادله دي كده. الكي كيو الكي كيو اللي هو البليت باكلنج ثيكنس، وتقدر تجيبه من الجدول ده خلاص. وبيعتمد على فاكتور اسمه اكزاي، تمام؟ ف هنا كده طبعا الاكزاي لو انتم فاكرين الاكزاي ده كان موجود فين؟ فاكرين الرمز الاكزايتر؟ انا قلته في اول ما جيت النهارده. ايه هو؟ كنا بنقول فيه رمز اسمه الفا،
راند اسمه اكس ار الفا نحسبه لو كان انقطاع كومباكت اكس ار لو كان انقطاع نون كومباكت فانا اصلا بعامل البرلين كانه قطاع نون كومباكت فبجيب الفاكتور اللي اسمه اكس ار عباره عن الاف 2 على الاف 1 ايه الاف 2 والاف 1 بننسى طيب يعني هذا كده هتلاقي توجيهات الاستريس بالشكل ده كده استريس في الاول على استريس في الاخر كده قيمه الاف 2 وده كده قيمه الاف 1 ماشي طيب في حاله ان الاكس زائد بواحد فالكي سيجما باربعة في حالة ان الإكزاي من صفر الواحد فبتعوض هنا كده في المعدل عشان خاطر تعرف تجيب الكي سيجما الإكزاي بصفر وهكذا ماشي؟ وهكذا في مشكلة بدي؟ مجموعة سيئة افرح بيوف الإكزاي زي ما انت لازم تحسب اجزاء عشان تعوض في القانون ده او تعوض في القانون ده او تعوض في القانون ده ماشي طيب نفس انا بكمل على نفس الجدول وطبعا على فكره الكلام ده كله من الكود دي جداول موجوده في الكود بالرسومات دي كده طيب بص هنا كده فوق ده بيقول لنا ازاي نجيب قيمه الاف 1 والاف 2 فدي الفلانج الفلانج اللي فوق اف 1 والاف 2 في الحاله دي لو توزعت الاستريسز عليها الاف 1 بيساوي اف 2 فالاكزاي ب 1 فاذا قيمه البي اي بتساوي الروت البي داش خلاص يبقى البي 1 بيساوي نص البي اي والبي 2 بيساوي نص البي يعني ايه؟ يعني ايه الاكزاي ب 1 الاف 1 يعني الكوردينات زي بعض الاف 1 بتساوي الاف 2 الاف 1 بتساوي الاف 2 تمام كل حاجه الناس متري بقى دي بالظبط هتلاقي ان الطول ده البي 1 نفس البي 2 تمام ولا ايه مش ده كده نورمال فورس كده مفيش الجزء اللي انا بدرسه اللي هو عليه كومبريشن عليه يونيفورم ستريس او نورمال يعني طيب مفيش عزوم ما هو ده بقى اكيد اكيد في عزوم هتلاقي ان الاف 1 هنا اختلفت عن الاف 1 هنا اختلفت عن قيمه الاف 2 يعني معنى ذلك ان الاكزاي من صفر لواحد فعايزين نحسب قيمه البي 1 فبنحسبها من القانون ده البي 2 بنحسبها من القانون ده خلاص مش اف 1 اكبر من اف 2 صح؟ ايوه انا بقى يبقى ازاي بي افكتيف 1 اقل من بي افكتيف 2 هندسه ده كود يعني ما اعرفش انت بتسال فيه انا كلام ده سكرين شوت من كود عايز اقول لك في ايه طيب الحاله الثالثه يعني قيمه المومنت زادت شويه فهتلاقي ان ده كده اف 2 وده كده اف 1 في تنشن ظهر في عندك تنشن ظهر طيب الجزء اللي فيه تنشن ده مش موجود معانا اصلا فده كده قيمه البي 1 وده كده قيمه البي 2 تحسبهم ازاي؟ تحسبهم بالشكل ده كده طب ليش موجود معانا؟ لا مش عارف كم في الكومبريشن ده لا انا بعتنش ايوه انا بتكلم الايفكتيف ليه موجود في الكومبريشن بس طب قول انت عشان الكومبريشن اخطر عشان الكومبريشن اخطر فلو جزء حصل عليه تنشن مش اكيد مش هيحصل فيه باكلينج او مش او مش هيكون يعني مش يعني قيمه الاستريسز فيه مش هتقل يعني عشان هو فيه تنشن لكن الجزء اللي فيه كومبريشن هو اللي فيه عشان كده انت لغيت الجزء اللي فيه تنشن ده يبقى اكيد الجزء ده يعني الجزء بتاع التنشن كده شغال معايا طبعا شغال هو انت رميته خالص؟ لا طبعا ما رميتوش خالص موجود معانا يعني ولكن الجزء ده كده هو اللي هيطير طيب طيب ده برضه نفس الكلام كده برضه هي شويه قوانين نفسها يعني طيب الافكتيف ويدث اوف كومبريشن اليمنت
with edge stiffness. الحالة بتاعتها اللي هي البرمن. هو ايه الادج ستيفنر؟ اللي اللي خلاص. فبتحسب ايه بقى؟ برضو انا اخدت هنا جزء من القوانين، ما اخدتش القوانين كلها، بس انا هدفي ان انت تكون عارف الرموز اللي بتتكلم عليها. هتلاقي صفحه كامله يعني في يعني الجزء ده كده جزء من صفحه في كذا حاله بقى. تمام ولا ايه؟ طيب هنا بقى على كده بص، الاستثمار ده بنوصفه بايه؟ ادي ارتفاعه اسمه دي. طيب الجزء اللي بعد الكيرف اسمه دي اسمه. طيب الجزء اللي هو الافكتيف منه اسمه دي اس داش. فبعد كده بص بقى الافكتيف ويدث of uniformly compressed elements with an edge stiffener. فبيقول لك ايه؟ طبعا الكلام الافكتيف ويدث الفلانج اللي فوق بتعتمد على قوه الاستيفنر او الانرشيا بتاعت الاستيفنر. مظبوط؟ لو الانرشيا بتاعت الاستيفنر كويسه فهيدعم الفلانج كويس يعني. فبيقول لك هنا when v داش على t اقل من الاس على 3 and الدي على الدي، طبعا واضح بقى الرموز اهي اللي هي اقل من او يساوي 25%. في الحاله دي بناخد قيمه الاي اي اللي هو نو ايدج ستيفنر ريكوايرد يعني. انا في الحاله دي مش محتاج ايدج ستيفنر، مش محتاج ان انا استخدم ستيفنر اصلا. الاس دي بتتحسب ازاي؟ الاس دي اللي هو القانون ده اللي هو 28 جذر الاي على الاف ييلد. خلاص طيب طيب ال اي اي طبعا في حالات ثانيه الاي اي دي بتلاقيها بتعتمد على الاس على 3 تاخد كده وين الاس على 3 اقل من البي داش على تي اقل من الاس فتقدر تحسب قيمه الاي اي بالقانون ده وين بي داش على تي اكبر من او يساوي الاس فممكن تحسب قيمه الاي اي اللي هو الادكويت مومنت اوف انيرشيا اوف ذا ستيفنر مناسب مناسب مناسب. ف بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على قيمه الاس مقارنه بالبي داش على تي. يا باشمهندس هو ايه الدي اس؟ الدي اس اللي هو ريديوس ذا افكتيف ويدث اوف ذا ستيفنر. ده الدي اس داش اصغر منها الفرق بين دي اس ودي اس داش. طيب نشوفها كده بعدين. هي برضه مكتوبه اللي هي الافكتيف ويدث اوف ذا ستيفنر يعني هو فين فوق دي اس بيساوي دي اس داش بيساوي دي اس فور سيمبل ليف ستيفنر ده اللي هو السيمبل ليف ستيفنر اللي هو الحاله بتاعتنا. لكن في كيس ثانيه بيبقى مختلفين اكيد. ما احنا مش انا برضه ما دخلتش الكيس بتاعتنا ما دخلتش في كل الكيسز اللي موجوده صراحه. الاثنين افكتيف يعني قصده ممكن افكتيف يختلف مثلا؟ ممكن. اصل ده اصل هو نفس الرمز دي اس ودي اس داش فالاثنين كانوا نفس الحاجه يعني ممكن تقراها تقراها في الكود هتلاقي انا برضه ما جبتش القوانين كلها اللي هي الخاصه بكل فورمات يعني لو عايزها نجيبها لك معايا الكود تمام ومعاك الكتاب برضه تقريبا دي اس ودي اس داش بيعتمد على السيجنس لو السيجنس ده بيبقوا قد بعض لو اقل بيبقى دي اس داش اقل من دي اس الله اعلم. طيب قيمة الـ AS ايه هي الـ AS؟ اللي هي Reduced Area of the Stiffener. طبعا متوقع ان Reduced Area ان انت هتضرب السمك في الـ DS او الـ DS او الـ DS داش. تمام؟ الـ IS اللي هو الـ Inertia بتاعت الـ Reduced. الـ IS اللي هي الـ Inertia بتاعت ايه؟ Reduced لا. لا 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 هي المفروض الدي تركيب الانرشيا بتاعت الاستيفنر ككل. امال الاي ايه؟
اللي هي الأدكوت. لا دي اللي هي الحاجة المفروض تحصل، لكن اي اس اللي هي الاكشوال. ما يقول لك لو كان يعني الأدكوت لو كان زيرو انت مش محتاج اصلا السكن. ايوه يعني اي اي ده اللي هو المفروض المفروض يكون موجود، اللي هو الحاجة المناسبة المفروض اللي هو المينيموم. المينيموم لكن اي اس لكن ينفع يزيد عن كده. الاي اس اللي هي الاكشوال. وليه دي سيتا دي؟ ساين سيتا، ساين تربيع سيتا. كيس تاني بقى اللي هو سيتا. لا هو مش موضوع كده، ساعات بتلاقي ان ده كده السفنة مالي بالشكل ده. بزاوية. هتلاقي يعني بالزاوية ده. ما انا عندي تصميم تربيع. بص هو الزد دايما بيبقى مالي. بص هتلاقي ان الزد عامل ايه؟ طب الزاوية دي بتزود لي الانيرشيا؟ هي ميزة ولا عادي يعني؟ ايه؟ ميزة ولا عادي؟ اكيد بتزود لك الانيرشيا. أكيد. ليه هزودها كده ماشي؟ عشان صايد 90 بواحد؟ لا عشان هي بتبعد عن السنترويد. كل ما تبعد الجزء عن السنترويد تزود الانيرشيا. يعني الوريد مش هتزود الانيرشيا؟ نعم. الوريد دي جديدة يعني لكن مش هتزود الانيرشيا بس مش هتزودها زي دي. صايد 90 بواحد صح؟ صايد 90 بواحد فيبقى الرقم هيضرب في واحد، لكن لو عملت بزاوية مش هيكبرها. صايد 90 بواحد؟ اه بواحد. ماشي طبعا حاجات قديمه قوي. ايه يا عم اجيبها لك انا. اعمل لي البيت دي في المشروع بتاعي. اعملها. طيب انا سعيد ما فيش عندي. قول له 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 قول لازم تساوي بواحد يا عم صار انت تساوي بواحد. ماشي طيب احنا كده يعني لحد ما عرفنا ايه القوانين اللي بنلاقيها والرموز اللي بتقابلنا. فده بقى مثال على البرلين مش هنخوض فيه برضه قوي، بس هو بيقول لك ديزاين ان انترميديت برلين فور ظروف. طبعا الاخطر ان انت تختار الايه البرلين الثاني، اخطر برلين فيهم هو الثاني عشان بياخد من ناحيتين حمل من ناحيتين. شون ان ذا فيجر يوزن شانل سيكشن اللي هو بالشكل ده كده. استفنت كومبريشن بلانش تمام. ظروف كفرنج از كوريجيتد شيت ويتنج مش عارف ايه ذا سبيسنج اوف تراس 5 متر يوز ستيل 37. خلاص باشمهندس هو ليه برلين محطوط كده وش فوق؟ ليه وش فوق؟ بص يعني تابع الفيديوهات لان انا اتكلمت في الحاجات دي. مش اتكلمنا فيها دي؟ اتكلمنا فيها فتره يعني. طيب فبنحسب الاحمال على البرلين وفي النهايه خالص بيطلع لنا قيمه الامديت لود بالرقم ده اللي هو 79 63 كيلو جرام في المتر. طبعا هتلاقي السرنج اكشن صغيره فبيحطها بالكيلو جرام يعني، لكن لما يجي يعمل تصميم بيحول الكيلو جرام الى طن. طن وسنتي طبعا. والام دي تدود في الواي. معروف بقى ان البرلين عليه مومنت في الاكس ومومنت في الواي. ليه؟ عشان مايل. لكن السقف لو كان افقي هيكون عليه ام اكس بس. جميل. طيب من ضمن طبعا البرلين بيشيل احمال ايه بقى؟ ايه الاحمال اللي بيشيلها البرلين؟ هيشيل نفسه لون ويت. جميل. هيشيل الكفرنج اللي هي الكوركيتد شيت. هيشيل اللايف لود. هيشيل الويند لود. كل الاحمال في اتجاه الجرافيتي ما عدا في حالتنا احنا عشان بس هو السقف ميله صغير ما عدا الويند بيشد لفوق صح؟ هي جلوبال اكسس اللي هي جلوبال اكسس. الويند بتشد فوق. الويند على فكره مش جلوبال، الويند لوكال. لانه عمودي على السقف والبرلين كده مايل كده فالويند بيشد كده في المايل. بمعنى ان الويند هيدي لك على البرلين ايه؟ لا ليه؟ ما هتحلل؟ هتحلل ليه؟ هتحلل ليه؟ هو اصلا احنا هو في اتجاه المحور واي بالنسبه لل خلاص.
فانت المفروض بتحسب ايه بقى سترينج اكشن نتيجه الاحمال اللي هي من فوق لتحت او الجرافيتي وسترينج اكشن تانية خالص نتيجه الويند لوحده لان كل الاحمال الباقيه بتقلل لك قيمه الويند صح بس في بنقول كده هناخد معانا الديد واللايف طبعا اقصد طبعا الديد دي الديد زائد الكفر او لو زائد كفر يعني فدي كده حاله بنصمم عليها صح؟ وبعدين حاله ثانيه الديد زائد اللايف زائد الويند دي الحاله الثانيه صح؟ صح يا باشمهندس محمد؟ ايوه صح لا مش صح ليه مش صح؟ إكس ثانية إكس ثانية دي دولاي بس ناقص خلاص ناقص 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 9 من 10 في فاكتور بتدير فيها ما هو الويند سكشن ودول عشان تقلل في قيمة عشان تقلل من عدد الكومبينيشنز انت تعملها لازم في حاجات تهبلها باي لوجيك هبل لوجيك كده هناخد الديد والويند هتلاقي ان الديد لتحت واللايف لتحت والويند لفوق اللي حصل يعني طبعا 100% الحاله دي اقل من دي فمش هينفع الحاله دي تكون كيستو امال دي الويند بس ايه ازاي الويند اصل الديد ده انت مجبر عليه ما بيروحش والويند هو اللي بيشد فوق فهتلاقي ان الديد تحت والويند فالحالتين اللي هنصمم عليهم هما الماكسيمم بار من دي او دي بس ده المفروض ان هو كيس كام؟ 2 كيس 2 وده؟ كيس 1 كيس 1 هتصمم على اي واحده منهم؟ الكبيره لا تقسم الاول الكيس 2 على الكيس 1 لو كانت اكبر من 1 و 2 هتصمم على كيس ايه؟ كيس 2 2 ولو كانت اقل من 1 و 2 هتصمم على كيس 1 كيس 1 يعني شو؟ ايه؟ خلاص يعني جبنا الاحمال وبرده لازم تاخد في الاعتبار كده من ضمن الاحمال ان في الكود بيقول لك ان في حمل كونسنتريتد مقداره 100 كيلو جرام كلايف رود لازم برده يتاخد في الاعتبار فاللايف رود عندك هتاخد الاكبر من حاجتين لان الحمل الموزع اللي هو بيديه لك الكود من معادله بتاعت الميول لا اما السترينج اكشن نتيجه الحمل الكونسنتريتد اللي هو الايه ال100 كيلو جرام على السكشن الواحد بس على البرلين الواحد بس فبتجمع الديد او حتى من غير ما تجمع بتجيب المومنت نتيجه الحمل ال100 كيلو جرام طبعا اكيد هتحطه في النص الكاميرا عشان يدي لك بيقل على 4 ماكسيمم مومنت صح وبعدين تقارن الحمل ده او السترينج اكشن دي بالسترينج اكشن اللي جت نتيجه ايه الحمل الديستريبيوتد لللايف رود معايا مش طيب خلاص يعني طلعنا في الاخر بقى بقيمه الام اكس والام واي نفس ما احنا صممنا البيمز اسيوم انا دلوقتي عندي قطاع معرض الى مومنت في الاكس ومومنت في الواي فبنفترض ان احنا هنختار قطاع له اس اكس في حدود يعني اكبر من الاس واي 5 أو 6 مرات طب ليه بقى؟ عشان كبيره جدا ليه بقى؟ عشان رسمنا 308 على 61 دينا 5 6 مرات احنا كده كده محتاجين اس واي محتاجين اس واي ليه؟ لان عندنا مومنت في اتجاه الواي ايوه فمحتاجين برضه قطاع يكون قوي في اتجاه الواي خلاص؟ ف لو انت بتتكلم في في قطاع ايكونوميك فبتختار قطاع الاس اكس عارف الاس اكس ولا مش عارفها؟ اللي هي عباره عن الاي اكس على الواي بتساوي تقريبا 5 إلى 6 مرات الاس واي عشان تيجي تعمل ايه بعد كده؟ عشان تيجي تعمل ايه؟ ما انت عايز تقول له
دايما بنقول عشان نجيب قطاع ب بنقول له كده ان الاس الاس اكس بتساوي المومنت على الفيمين صح كده؟ فالمومنت ده كام؟ ما هو المومنت ده في عندك مومنت في الاكس ومومنت في الواي، فاعمل ايه؟ فاقول له كده هيساوي المومنت في الاكس اكس ها زائد زائد ايه؟ المومنت في الواي وين سليم من الواي؟ لا احنا دلوقتي معنى للاس اكس بتساوي 6 الاس واي ان الام اكس هتساوي ايه؟ 6 6 ام واي الام واي يعني معنى ذلك ايه؟ الام واي بتساوي الام اكس على 6 هتيجي تكتب هنا ده تفضل الام اكس خلاص؟ او بلاش ممكن تكتب الام اكس زائد 6 مضروب في الام واي ما هو الام اكس معروفه والام واي معروفه وبعدين تقسمهم على قيمة الايه؟ الاف بي وتبدا بقى تجيب قطاع تقريبا هيوفر الكلام ده. ما نقدرش نحط بقى يكون زائد الام واي بقى على طول. ليه؟ ما الام واي من السدس ام اكس. يبقى نشيل سدس ام اكس نحط ام واي كامله ما عندهاش مجرى 6. يعني انا حطيت سدس ام اكس يبقى احط ام واي هنا. مفيش 6 من فوق. انا موافق على الموضوع ده. الام واي سدس ام اكس او ام واي اللي هي سدس ام اكس انا هتبقى سدس ام اكس سدس ما تقدرش سدس ام اكس ومن هنا نجيب كلمه الاس اكس بالظبط يعني ام اكس زائد سدس ام اكس اللي هي ام واي طب ليه 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 انا بعمل كده؟ لا لا انا مثلا قصدي كده حاجه على الجامعة لا 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 خالص حاجه متقدمه لا لا هي مش متقدمه خالص ليه انا بعمل كده؟ عشان انا عايز اجيب كده الاس اكس بس هطفر على الجدول واخش على الاس اكس واجيب الاس اكس بس مش هجيب الاس واي انا فهمت قصدك عشان بقول لك ليه ام واي خد ام واي على طول اللي هي ام واي هنعوض عنها بسدس ام اكس ماشي؟ لا 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 انت صح انت صح مش مشكله انا عملت كده ليه؟ عشان ادخل على الجدول واختار قيمه الاس اكس طبعا في الكود فورمت في جداول جاهزه للكود فورمت والصح ان انت بقى ما تعتمدش على الجداول قوي انت اللي بتشكل القطاع بنفسك بابعاده بنفسك اي قطاع باي ابعاد هتعرف تتنيه انا او تدور فيه مش في جداول مش في جداول الكود فورمت في جداول الكود فورمت خلاص ماشي ما هو انت برضه في امكانيه ان انت تشكل القطاع باي شكل زي البيلت اب سيكشن كده في جداول للزد؟ طبعا في جداول للزد بس مش شرط تدخل على الجداول لان في الاخر ال ال البرلين ده بيكون عباره عن بليت وانت بتتنيه فانت اخترته مش موجود في الجدول اختار اي قطاع مش مشكله مفيش معدل ولا برنامج بيحسب الشكل اللي اختاره يحسب لي طبعا 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 اللي هو برنامج السي اف اس المره الجايه مش المره الجايه بس هو اللي جاي كود فورمات سيكشن بيحسب الكلام ده طبعا يعمل له ديزاين خلاص طيب نفتكر بقى القوانين اللي فاتت فهنقول بنقول كده الفلانج القطاع عليه مومنت فالفلانج معرضه الى نورمال فعايزين نجيب الافكتيف الفلانج افكتيف ويدث خلاص فبنحسب قيمه البي داش عارفينها البي داش اللي هي ال 65 ناقص تطرح منها ايه بقى؟ الدوران والسمك. الدوران والسمك عشان كده بقول لك 2 في الار بلس تي. وبعدين تقول له كده البي داش على تي بتساوي 45 على 2 بتساوي 22.5 اللي هي اقل من ايه؟ 60 من 60 طيب كده محتاج هنشوف اهو كمل بقى معايا كده. دي كده الخصائص ماوس ماوس طيب ايه هي الار داش؟ ايه الار داش؟ لان
بص ده كده الار ماشي اللي هي تعتبر من المسافه دي كده لحد هنا برضو ار صح ولا ايه؟ طيب انا بقى بتكلم على السنتر هو ده الارض الارض ايش اللي هو من هنا كده لحد سنتر ده اسمه الارض ايش اللي هو عباره عن الار بلس نص التي طبعا التي عندنا بكام؟ 2 ملي اللي هي كانها 2 على 2 يعني ايه هو ال ال طبعا 1.57 في 9 اللي هي كانها ايه احنا بنجيب دلوقتي طول ربع دايره لكنها 2 باي ار على 4 يعني كانها باي على 2 3 14 على 2 اللي هي 1.57 وهكذا طبعا ثاني كده ايه في الاخر الدخول بتاع 2 ملي تعوض يعني طيب الاريا هي الاريا لو طول في التخان طيب تعالى كده انزل تحت بقى الاي 2100 معروف اللي فيت 2.4 طيب من هنعرف نحسب قيمه الاس اكس وبعدين ندخل بقى على القانون ده نقول له كده البي داش على تي هي طبعا هي طلعت بين الاس على 3 والاس هنعرف نجيب قيمه الاي اي ماشي طيب ايه هي الدي اللي هي ارتفاع اللب ارتفاع اللب كله من تحت لحد فوق خالص اللي هي 10 و10 20 مللي يعني 2 سم طيب الدي على البي داش بتساوي 2 على 4.5 اللي هي 4% اللي هي بتوين 25% عند 8.10 من هنا نعرف نحسب قيمة الاي اس الاي اس طلعت بالرقم ده كده ومنها نعرف نحسب قيمة الكي سيجما خلاص شوية قوانين يعني كده معوض مش لازم ندخل الجدول يقف 2 على اف 1 هو الجدول هيديك اف 2 على اف 1 لا ما اف 1 عشان تديني العلامة الغريبة الاكزاي يعني هو طبعا انا خدت قيمه الاكزاي بواحد معناها ايه اف 2 بيساوي الاف 1 على فكره ده كده ترايل 1 يعني ممكن نقول القانون ده ما ينفعش يروح يدخل على القانون اللي بعديه ترايل في البدايه خالص زي كده ان انا بفترض القطاع كانه كومباكت ممكن يطلع من كومباكت في الاخر فنقلب على القوانين اللي تحت المهم يعني بنحسب كده قيمة اللامدا بي داش ومنها نعرف نحسب قيمة البي ها قصدي قيمة الرو دي تطلع بكام؟ 1.25 طبعا البي افكتف عبارة عن الرو في البي داش الرو طلعت أكبر من الواحد ف الفلانج كلها ايه؟ الفلانج كلها افكتيف معايا يبقى انت كده مش هتنقص من القطاع حاجه في مشكله كده طيب بنفس الكلام بقى تروح على الايدج ستيفنر الايدج ستيفنر اللي هو الليب الايدج ستيفنر اللي هو الليب وتحسب كده خصائص برضو مشابهه للكلام ده تشوف الستيفنر ده هيحصل فيه باكلينج ولا لا هيحصل فيه لوكال باكلينج ولا لا لو حصل فيه لوكال باكلينج فبدل ما هنستخدم قيمه الدي هنستخدم قيمه الدي اس او الدي اس داش معايا كده؟ فطبعا السيجنال ده يعتبر ايه؟ انستيفند اليمنت فبنعامله معامله القوانين بتاعت الانستيفند اليمنت. طيب زي ما عملنا في الفلانج بنعمل فيه الويب نشوف الويب دي فول افكتيف ولا بارشال افكتيف او اللي هي بارشال افكتيف يعني في الاخر خالص بعد ما عوضنا خد بالك الاكزايد طلعت بناقص واحد
ليه ناقص واحد؟ عشان ده بيعمل لي فيه تنشن وكومبريشن. عندنا الاف1 بموجب والاف2 بسالب، فموجب على سالب هيدينا سالب فيدينا ناقص واحد. وبما ان الكومبريشن فلانج اللي فوق فولي افكتيف، فالمفروض ان النيوترال اكسس فين؟ في النص. فعشان كده الاف اللي تحت نفس الاف اللي فوق. معايا مش مهندس؟ طيب خلاص، طلع في الاخر خالص ان الويب الويب دي فولي افكتيف. كنا وضعنا 75 دي كام؟ 70 65 عدناها 65. كنا وضعنا في الكاسفين 75. نعم في السال كنا عطانا 75. فيش مشكلة، أنا ده مثال، ده مش مثال السال أصلا. نفس ربطت تحاول. لا مش مثال السالب. طيب خلاص القطاع اصبح كله على بعضه افكتيف، فبنحسب البروبابيلتيز بتاعته، بنحسب قيمه الاس اكس اهي، الاس اكس للقطاع ككل والاس واي للقطاع ككل، دي ما فيهاش مشكله صح. وبعدين بقى نقول له كده ان الاف بي اكشوال اللي بيساوي الام اكس على الاس اكس بلس الام واي على الاس واي، عشان عندي ستريس في الاتجاهين، فهي طلعت في الاخر اكبر من ال اف بي. اللي هي ال اف بي دي بكام؟ كام ال اف بي؟ 58500 اف هيت، لان انا بنعامل بنعامل الكود فورمت كانه نون كومباكت مع بس على اساس الافكتيف سيكشن يعني. خلاص فطلع الانسيف، فنقول له تراي سيكشن اكبر شويه ونبدا نكبر في القطاع ونبدا ايه نحسب البروبيرتيز بتاعته. طب بنفس الشكل اتفضل. ده في السي. طب في الزد مثلا عندي كذا شكل، يعني مثلا عندي مش مشكله اسمه مش الزد، هتحسب برضه هتشوف الفلان الزد مثلا زد سهل برضه فلان شغل. طب مثلا لو بوكس بحسب كل حاجه برضه كل حاجه اللي هو الفلانج اللي فوق والويب اللي تحت، الفلانج اللي عندي اشكال معقده طبعا غير كده، بحسب كل حاجه في ال تحسب كل حاجه لوحدها، تشوف ايه اللي ستيفند وايه اللي ان ستيفند وتبدا تحسب وتشوف فين المكان الايدج ستيفنر. وبرده برجع عند الايدج واحسب برده نفس حوار الايدج. بص بص انت بتتكلم على اشكال مختلفه من القطاعات. ورا خالص مش فاكر كلها. ايوه هتلاقي في اشكال كتير ورا كده مش طبعا توصل حاجه زي كده صح. الاشكال دي هاي اشكال اللي هي مظبوطه مع بعضها. هتحسب ازاي كل حاجه لوحدها؟ بص كده ايه اللي انت هتحسب له؟ الايه اللي انت هتحسب له؟ الاثنين بس ده متماثل، ده متماثل. ممكن مثلا واحد مش متماثل، ممكن نحسب الاثنين فلانج. بص كده على ده مثلا، على ده هو حسب هنا ليه؟ للفلانج. ليه ما حسبش للويب؟ لانها دبل سيكشن. عايز تحسب له صفر، تحسب على دبل سيكشن، بس دبل سيكشن قوي اكيد اقوى من ان انت تحسب على الفلانج لوحدها. طب ده اهو حسب لك كمان على الدبل، حسب على الدبل عشان كومبريشن طبعا، بس ده عشان خاطر جيل، فهو حسب على الايه؟ مومنت. ماشي زي كان كل فرق ده. لا كل فرق ده بصراحه يعني حاجه محترمه جدا، وعلم لوحده كده وشغل لوحده. عايز رساله لوحده. عايز شغل لوحده خالص يعني. بس انا بس بقول لك ان في حاجه اسمها كل فرق. ايوه ماشي احنا كده عرفنا خلاص. خلص اصلا حساباتك كتيره ومعادلات كتير قوي.
ده شيت اكسل بيحسب لل الكولد فورمت اهو عصام بيرلين بعد ال دلوقتي حالا عصام بيرلين. طب هو في المثال كان بيقول في تراس سبيسنج ده ليه عم بيعمل ايه؟ فين تراس سبيسنج؟ كان قايل 5 متر ايوه اللي هي المسافه بين اللي هي السباد بتاع البيل 5 متر. ايه المشكله؟ هستخدمها في ايه ده عشان الاحمال؟ صنعها في حساب المومنت والشير. المومنت والشير؟ بس طيب طبعا السباد عندنا 5 متر خلاص؟ سبيسنج بين البيرل كانت بكام؟ متر ونص. الالفا الزاويه لا هي كانت 4 حاجه. بص كده احنا كنا حسبناها الزاويه 37 الزاويه دي المفروض ان هي احنا كنا نقول ان احنا نمشي 6 ونطلع نص نص فادي نص على 6 ده كده الميل فنرجع بقى نقول له ايه تان ماينس 1 تان ماينس 1 اللي هي اسمها ايه تان الكلام ده بس غالبا هنضرب في الواي على 180 طلعت كم دي؟ كان طلعت 24 4.76 ما هي الميل زاوية صغيرة 4.76 خلاص؟ التايرود بقى كنت انت سألت عن التايرود ايه التايرود ده؟ السياخ دكتور قال لك السياخ النشر بتمسك ال 12 ملي صح؟ بتمسك ال بتقلل القطاعات بتمنع الباكينج؟ لا بتمسك ال بتمسكهم ببعض بتعمل ازاي اكتر من بتقلل القطاعات تحاول تنقل ليه قللت القطاعات؟ ليه بقى قللت القطاعات؟ بص بقى هي عباره عن السياخ كده سيخ بيربط الويب بالويب التاني خلاص؟ ايه اللي بيحصل بقى؟
في اتجاه الواي البرلين بتمسك، يعني ايه؟ ده كده سبورت اللي هو الترس والترس، وده كده اللي هو الطايرود. هنقول في اتجاه الواي، فالمومنت يبقى عامل ازاي؟ فبدل ما اقول له المومنت في اتجاه الواي اللي هو الدبليو ال سكوير على 8، بقول له الدبليو في ال على 2 سكوير على 8. ده بحد ان انا بستخدم طايرود واحد. فبتقلل المومنت. فبتقلل المومنت فين؟ في الواي، لان المومنت في الواي مع المومنت في الاكس دي قطعه كبير. فانا بقلل، فطبعا في امكانيه ان انت تستخدم طايرود واحد او تستخدم اثنين او ثلاثه. على حسب اكتر من 8 متر. لا اقل من 8 متر ممكن عادي، بس الدكتور قال لي في ناس تستخدمش اقل من 8 عادي، بس من اول 8 لازم اشتغل. لا هو في الغالب بدايه من 6 بتختار. وعلى فكره اقل من 6 بنختار برضه. بس انت تعمل له 12 متر من غير ولا طاير وولد تقول لي ايه ده؟ لا لا تروح بقى تستخدم قطاع تاني بقى. يعني استخدم بقى قطاع هوت رولد بقى. فممكن نو طاير وولد او يوز 1 تاير او يوز 2 تاير. طبعا الاسباب بتاعنا صغير فاحنا ممكن نستخدم ايه 1 تاير كفايه. والفاي بيبقى على اساس ايه بقى؟ بمزاجي. الفاي اقل قطره هتستخدمه في التاير 12، فانت بتبدا ب 12 وتشوف هو سيف ولا ان سيف. ماشي، هو الدرج 12، الدرج 12 هو شغال على طول يعني. طيب السي شيتس اللي هي وزن الكفر كنا خدناه بكام؟ كان 4 75، خدوا 5. هو عمليا 5 ماشي تمام، بس هو ممكن يجي مجلفن يعني. هو بيجي مجلفن مجهول ودي 5 لان الشيب متر وربع. طب ليه الجدول اعطاه كده؟ يعني اكيد الجدول اللي اعطى الاوزان عمل في حسابه الموضوع ده. يعني هم عندك ثلاث انواع من الدمان، ثلاث سمكات للدمان، في 80 بكر، في 120، في 160. تمام. فكل ما بيزيد سمك الدمان كل ما بيزيد. اكيد اكيد مش مشكله، يعني احنا في الغالب بناخده 5 يعني. طيب الروف اكسسبل ولا ان اكسسبل؟ ان اكسسبل صح ولا ايه؟ مش فاكر اي حاجه. الروف اللي هو فوق خالص اخر مره كده من ان اكسسبل اخر مره كنت فيه مش فاكر. طيب هو الروف ان اكسسبل يعني هو هيستخدم فقط للتركيب والصيانه بس. الكيب كام؟ كان الارتفاع كان 10، كان اكتر من 10، كان 10 25. فاكرين؟ 1 15. فالكيب 1 15. الكيوب كام؟ 40 كنا خدناه ب 68 بالظبط. نحسب بقى. طبعا هنا قال لك ايه؟ نجليك، لانه لما قارن الويند مع الويند زي الديد مع الديد واللايف، فالتاني طبعا كان اكتر يعني. طبعا في مثلا زي السعوديه او كده بصراحه عندهم يعني قوه رياح كبيره تكاد تشد المبنى اصلا، تخلعه من مكانه يعني. عندنا كان بتشد. انا فعلا يعني من ضمن الحاجات اللي شفتها كان في مشروع كده كان في السعودية عليه أحمال رياح أكتر من الوزن بتاعته، أحمال الرياح أكتر من الوزن. وفي بتاع اللي وقع ده في الحرب رفع ماله بالرياح صح؟ معرفش، ما درستش الموضوع ده، لكن يعني المنشأ ده كان حمل الويند بتاعه أكتر من الديد لود. فإيه الحل بقى؟ هتزوده ازاي؟ لا ما هو في حل تاني بقى، يعني القطاعات ده حل بصراحه مكلف يعني. في حل تاني ممكن تعمل ايه؟ لو تكبر مثلا حاجات الفلور تقلو. ممكن تكبر الاساسات نفسها او تزود عمقها نفسها، بس في الحاله دي هتروح بقى تصمم الانكور بولت على اساس ان عليها شد. ماشي؟ لا ليه؟ في الفريم اللي زي الفريم العادي ده ضغط مش عليه شد خالص يعني. طيب عموما يعني ادي القطاع اللي احنا هنستخدمه، فهنختار كده. طبعا القطاعات دي هندسه قطاعات من الجداول، جدول كده في اكسل شيت، في من ضمن القطاعات اللي فيه اللي هو الكود فورمات سيكشن،
خلاص. فشيت الاكسل ده بصراحه بيستخدم القطاعات اللي من الجداول على طول، قطعات ثابته بقى معانا الشيت ده في الهارد ديسك معانا الشيت ده خلاص. فهنختار مثلا ال 180 في 8 في 25 في 4 4 سمك كبير بصراحه. فانت ممكن تروح تدور على قطاع مين نعم لو لقيته بقى موجود كان موجود هتلاقي فيه اثنين بس ماشي يعني ماشي 200 في 60 في 20 في 2 ماشي كده ممكن ما يسيفش اصلا في الاخر. طيب هل هو سنجل ولا دبل؟ سنجل. هو سنجل ما فيش باك تو باك ولا كده ده كده تو تشانل باك تو باك. فهو ده اللي كان يقصده يعني هل هو سنجل ولا باك تو باك؟ لا هو سنجل. زي ما قلنا ان في منشآت كاملة بتتعمل كولد فورمت فاختار بقى كذا قطاع دخلوا مواد كده ككومباوند سيكشن تقدر توصل لحاجه. طيب طبعا بقى الرموز اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي الكي سيجما الاكزاي اللامدا بي الرو ها الحاجات دي كلها في الاخر طلع ان ذا هول ويب از فولي افكتيف. وبعدين هنا كده ذا ليب از نوت فولي افكتيف. نعم احسب بقى يعني هي حسابات نفس الحاجه كده شبه ما مثلا خدناها. ثالث حاجه ذا هول فلانج از فولي افكتيف ماشي. ال يو اكشوال بكام؟ احنا اتفقنا ان البرلين ده عباره عن بيم ففي ان سبورتد لينز. ال يو بكام؟ 5 5 متر اللي هو الاسبان. طيب هو البرلين اصلا ممسوك ب بالصوت من فوق الصاج ده ماسك البرل من فوق يعتبر كده عمله. طيب هو ماسكه على مسافات قد ايه؟ 25 سم كبير البراشيم يعني صح؟ من البرل ده 25 سم فكل نص لبته فيه مسمار. تمام اللي هو ممسوك على مسافات متبرشمه يعني انت بتبرشم الكوريجيتد شيت في البرل على مسافات خلاص 25 50 مفيش مشكله المهم ان في مسافه حره يعني احنا بناخدها 50 اللي هي 50 سم يعني طبعا هنا بياخدوا ليب وسيبوا ليب يعني بالظبط بالظبط اللي هي كانها انت اخدت واحده في اللوح كله لكن في النص بيدي واحده فبناخدها عشان كده 50 ما بناخدهاش 25 الاخطر يعني طيب قيمه السي بي بقى بكام؟ 1.13 ولا مش 1.13؟ عندنا المسؤول سي بي طبعا البيرلين عباره عن سيمبل بيم فعليها ديستريبيوتد لود فقيمه السي بي ب 1.13 دي من الجدول ثابته من الجدول ب 1.13 لو في سيمبل بيم واللي هي المومنت كده دي مسافتها 1.13؟ ما خدتش بقى ماشي هو في جدول كده في قيم ثابته للسي بي على حسب الحاله فمن ضمنها سمبل بيم عليها ديستريبيوتد لود فقيمه السي بي محسوبه جاهزه ب 1.13 ماشي يا باشا. طيب طبعا القطاع ده سيف وتشيك اوف شير القطاع سيف وتشيك اوف ديفليكشن القطاع سيف في مشكله كده. طيب في برضه طبعا البرنامج الثاني اللي هو السي اف اس الكولد فورم سيكشن ممكن ان شاء الله الاسبوع اللي بعد الجاي نبدا ندخله كده نبص عليها ان شاء الله. لكن مبدئيا ممكن طبعا الشيت ده بيصمم بالكود المصري لكن السي اف بيصمم بالكود الامريكي. كل حاجه بتختلف بقى في مشكله كده في تصميم ال البرلين ككود فورمت سيكشن يا هندسه. طيب
ندخل بقى على الكونكشن.